بس ما بوسيل تحتفل بعيد ميلادها وحدها، وقت تامر حسني يغيب عن المشهد. Happy birthday to you, happy birthday to mommy. منذ يومين احتفلت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بعيد ميلاد بناتها تاليا وأمايا بحضور طليقها الفنان المصري تامر حسني، في حين احتفلت بعيد ميلادها الأول بعد طلاقها من تامر لوحدها دون وجوده بجانبها. وعلى ما يبدو أن أصدقاء بسمة حاولوا إحياء هذه المناسبة بكثير من التحضيرات دون أن يشعروها بصعوبة المرحلة التي تمر بها. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبسمة بوسيل بصحبة بناتها وأصدقائها أثناء احتفالها بعيد ميلادها، إلا أن عددا كبيرا من المتابعين فوجئوا بعدم معايدة طليقها تامر حسني لها وسط زحمة المعايدات التي وصلتها وشاركتها عبر ستوري في حسابها على إنستغرام. أنا حلوة يا بسمة، سنة حلوة يا جميل. يلا حلا بلا سنة حلوة وفزان أسعد ولاحظ متابعو الفنانة المغربية بسمة بوسيل تغير ستايل لباسها بعد طلاقها من الفنان تامر حسني، إذ بدأت تظهر بملابس غير لائقة، أهمها مقطع الفيديو الذي نشرته من داخل النادي الرياضي وهي ترتدي سوتيان الرياضة.